is Calgary Arabia with Basil Ismail and Noha Mohamed on Red FM. Red FM. Red FM. Red FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معاكم نوها محمد في برنامج كالجري أريبيا أو كالجري بالعربية. باسل إسماعيل أجازة النهاردة. دي اللي سمعناها أول أغنية كانت فؤاد المهندس وشويكار قلبي غاوي خمس قارات. أنا مش عارف أنتم ملاحظين ولا لأ, بس إحنا كل برنامج كل حلقة في أول البرنامج نلعب أغنية جوفي شوية زي ما نقول كده. تابعونا على الفيسبوك @CalgaryArabia أو على تويتر @CalgaryArabia برضو, أو كلمونا في الستوديو 403-286-1067 403-286-1067. تعالوا نسمع أغنية ونرجع بالأخبار. And now Canadian news with an Arabic spin, presented by Basil Ismail. معكم نوها محمد بعناوين الأخبار. برنامج تخفيضات تصل إلى 50% على السياحة الداخلية للحاصلين على الجنسية الكندية حديثا. توقف شركة بريد كندا عن توصيل البريد إلى المنازل بدءا من ديسمبر القادم. برنامج جديد لمساعدة المهاجرين على الاندماج في سوق العمل الكندي. وكندا تبلغ واشنطن بتوقف ضرباتها الجوية على داعش. ومشروع قانون من شأنه أن يجعل أوبر وإير بي إن بي قانونيون في أونتاريو يمر بمرحلة ثانية في المجلس التشريعي يوم الخميس. وبومباردير تحصل على مليار دولار من الحكومة من حكومة كيبيك للمساعدة في تنمية السي سيريز واستعادة ثقة العملاء بعد خسارة تساوي حوالي 4.9 مليار دولار. وأخيرا اتحادين يمثلون الغالبية العظمى من موظفي راديو سي بي سي كندا يطالبان الرئيس أوبير لاكرا والمجلس بأكمله بالتناحي. كان هذا موجز لعناوين الأخبار من موقع كندا بالعربي وكالجري مترو. شكرا لحسن استماعكم. دي ملك الحسيني بين الأمواج. عايزين نقول شاور اوت لمو رضوان وبنته, لسه مولودة عندها 3 أسابيع بالضبط, تالا رضوان. She's so beautiful, بيقول. وأنا متأكدة. This one goes out to Mo. طيب أغنية نانسي عجرم يا بنات مش راضية تشتغل, معرفش ليه. مو هنلعبها لك أول لما تبطل ما تشتغلش. هنسمع دلوقتي حاجة تانية ونرجع لكم تاني. سعد المجرد مال حبيبي. تعالوا نجرب نسمع أغنية نانسي عجرم تاني. شاوت اوت لمو رضوان, مبروك على your baby girl. Calgary Arabia. And now the Calgary happenings. رجعت لكم مرة تانية, معاكم نوها محمد, والمدة ساعتين على الراديو. دلوقتي ساعة تقريبا 10 لتلت, هنفضل معاكم لحد ساعة 11. طيب الكالجري هابنينجز أو الفعاليات الكالجرية. يوم السبت 31 أكتوبر عيد الهالوين زي ما كلكم عارفين. أكيد شفتوا كل البامكنز في كل الشوارع. سوري. كل سنة وانتوا طيبين. وبمناسبة الهالوين في كام ايفنت كده من مجلة افنيو. اول واحد هو السكريم فاست, وده في بيوت مهجورة او مسكونة بمعنى اصح, وبتدخلوها وحاجات مرعبة بقى بتخوفكم وتخضكم وحاجات كده.
المكان هو السكرين فاست شغال لحد يوم السبت والتذاكر $25 والمكان هو الجراند ستاند بيلدينج في الستامبيد بارك. الايفنت شغال لحد يوم 31 اكتوبر والمواعيد مش كاتباها بس تقريبا من الساعه 9 ل 12 حاجه كده. عموما انا هحط اللينك بتاع اللينك بتاع افنيو على الفيسبوك بتاعنا. تاني ايفنت هو اسمه الجريم مانر وده نفس الفكرة كده, بتدخلوا بيوت وهكذا وبتترعبوا وما الى ذلك, وده في السان ريدج مول والتذاكر ب $13 وبرضو مش للاطفال على فكرة. التو ايفنتس مش للاطفال اللي اقل من 13 سنة وبرضو شغال لحد يوم السبت 31 اكتوبر. في كذا ايفنت بمناسبة الهالوين هحطولكم على زي ما قلت اللينك على الفيسبوك at Calgary Arabia بتاعنا وممكن تختاروا منهم اللي تحبوه. ولكن بعيدا عن الرعب والهالوين والحاجات دي, يوم 15 نوفمبر في الكالجري Arab Social Groups Meet and Mingle ودي فرصة للجالية العربية انهم يقابلوا بعض ويتعرفوا على بعض. المكان هو كاوا كافي والمعاد يوم زي ما قلت لحد 15 نوفمبر من الساعة 3 لحد الساعة 6 مساء. اللي راح كان فيه مبارح ايفنت وكلمنا عليه الاسبوع اللي فات اللي هو العرض بتاع فيلم يمنيات في جامعة كالجري. لو حد راح وعرفونا قولنا رأيكم كان في الفيلم ايه, قولنا رأيكم كان في اللجنة اللي هي مش لجنة اللي هو discussion panel اللي بعد الفيلم كانت اخبارها ايه, قولنا كل رأيكم في كل حاجة. انا عارفة ان في يمنيين كتير راحوا insider information بس انا ما عرفتش اروح وما عرفتش اشوف فيلم, فكلمونا قولنا نمرتنا في الاستوديو 403-286-1067 كلمونا قولنا رأيكم كان في الفيلم ايه او في الايفنت ايه, ولو ده حاجة من نوع من الايفنتس اللي تحبه دايما يبقى موجود في كالجري اللي هو افلام عربي يعني كلمونا او بعتونا على الفيسبوك at Calgary Arabia او على تويتر at Calgary Arabia. نسمع اغنية ونرجع تاني. Calgary Arabia. شاور اوت لكل اللي بيسمعونا, مو غدوان, محمد شمس الدين, نهى سعيد, ابراهيم الماضي, يسرى, يسرى كلنا خلاص عارفينها, يسرى بقت مشهوره في كالجري كلها, صفية, رانيا, ربا, سمر, محمد قمح, ندى, محمد الزرجاني, مش عارفه قلت دي صح ولا لا, مين تاني بيسمعنا, مين تاني بيسمعنا, مين تاني بيسمعنا. شاور اوت لسيلفيا جواريجا, انا عارفه ان بتسمعنا, ونعيم حسين ومنى احمد وكل الناس العرب اللي في كالجري مهما كانت اساميهم ايه. في موز كتير في كالجري فشاور اوت لكل الموز اللي بيسمعونا. لما سألتكم عايزين تسمعوا ايه, ناس كتير جدا بعتت أصالة. انا عن نفسي بموت في أصالة فهلعب لها اكيد طبعا الاغاني اللي انتوا طلبتوها. هيبقى في اغنيتين مش فاكرة اتنين ولا تلاتة, تعالوا نسمع أصالة.